شو هالحالة هيا؟ مو طبيعيين، حتى روحوا على المدرسة صارت مشكلة. فهمنا ليكني رايحة رح حاكيهن. إذا حكيتيهن شو بيتغير؟ رايحة على المدرسة مو على مديرية الأمن. إذا لازم بروح لهنيك. بدل ما تروحي لهون وهنيك نحنا منروح من هون، هي أسهل بكتير. رح شوف شو بيصير. بس شوية صبر. إيه مروة؟ أنا رايحة، ما بتأخر كتير، انتبهي لحالي. أليف على طول هيك أختي؟ كيف؟ بتتصرف على هواها؟ هي مختلفة، هي ست اسطنبولية، ما بتلتزم بعاداتنا. أختي، عم قول لحالي هذا بيتنا التاني اللي على طريق حران، عم فكر انتقل لهونيك. ليش عمو؟ ما أناك مرتاح هون؟ لا لا، مو هيك، الأولاد صاروا كبار والبيت فيه صبايا وفي أليف، منه أنا برتاح وهنن بيرتاحوا. أنت أدرى جيمو، في شي خبر عن رضا؟ حطوه جوا. روح عبيته، روح احكي مع عيلته، أمنولن كل احتياجاتهم، اوعكن تخلوا عيلته وولاده ينقصون أي شي. حاضر ماما زينو. بيت حلو، هون بدك تعيش؟ اختصري كلامك شوي، قلي لي أبوكي ليش بعتك لهون بالله؟ شو بده؟ ماشي أخي، مختصر الكلام، بابا بده إياك ترجع على البيت، بيقول لك روح بوس إيده واعتذر منه وهو بيسامحك. بهالبساطة؟ أنا علي أقول لك، ما علي إلا البلاغ. برجع، بس بشرط. شو شرطك؟ بتقلي له بالحرف. شو قلتي شو؟ قال بدك تنهي العداوة، قضية التار رح تخلص، وإلا ما بيدوس بيتنا أبدا. نلو الشجاعة لا يحط علي شروط. قلت لك بابا، أخي وبتعرفه. وجان، ما بقى بده ياخد ابنه كمان؟ والله ما بعرف، ما رح يتركه عندك، هيك قال. نجوم السماء أقرب له، إذا طبقت السماء على الأرض ما بعطي حفيدي أبدا. فهمتي شو حكيت؟ لا تقلي إلي، روح قول لأخي. كوجان أنا راكت من رح نأمن له الراحة، ما بنخليكم بحاجة حدا، لا أنت ولا هو. سلام أخي. تفضلي، الوكيل بيمر كل أسبوع يشوف شو ناقصكم، إذا بتحتاج شي ضروري لا تستحي تحكي معي، أنا رقمي موجود على الزر. تعرفي تقري؟ ما بعرف أقرأ بس بعرف الأرقام. منيح، يلا بخاطركم. الله يحفظك يا آغا. تسلمي، يلا. ألو؟ مرحبا جيمو. أهلين إبك. بدي منك شغلة. لهوة، لو أنت بتأمري. أنا نازلة بالمضافة مو مرتاحة، حابة أطلع على بيت، وأنتو يعني محيطكن واسع ما شاء الله. والله نحنا ما عنا كتير محيط. قولي محيط أورفا، وأورفا بذاتها تابعة إلنا. جيمو بلا مزاح. هي سهلة منحلها، عطيني بس شي ساعتين. بس ساعتين؟ بالله عن جد؟ لا، من باب الاحتياط، بلكي حدا قاعد بالبيت تفضيت وتاخد وقت. جيمو شو عم تحكي أنت؟ خلص بتصل فيكي. أنت شايفة الوضع هون يا ست أليف، ما في مشكلة، بعمل كل جهدي مشان سلامة الأولاد، إذا لزم الأمر بستعين بالشرطة، بس برات المدرسة ما بيطلع بإيدي أعمل شيء. مفهوم، شكراً لأنك عطتيني من وقتك. أنا آسفة. بحاضرك، مع السلامة.
تفضلي تفضلي. بيتك كتير حلو وفي عنا كمان حمام. شوفي فوتي لهون لو سمحتي. لازم أخذ جان من أبي، لازم روح خلصه من إيدين رجا آغا. أنا رايحة مراد. رايحة بس لسه هلأ وصلتي؟ خلاص بدي أرجع على اسطنبول. مصممة؟ الوضع كل ماله للأسوأ. هاي جيتي من المدرسة، في خطر على حياة أولادي، نفسياتهم محطمة، بالأخص مروة. لا تروحي. ليش؟ ما بعرف بس مو مشاني. مشان شو لكان؟ أنا ضبيت حياتي بشنتاية وطلعت وتركت البيت بعد ما حل موضوع جان. ما عندي مشكلة إلحقك وين ما كنتي، بس إذا رحتي أليف شو بيصير؟ صار لي يومين قاعد عم بفكر. لازم ينعمل شيء. هالجرح لازم يتنظف. القضية هي لازم ننهيها بقى، لازم ننهي هالخلاف. حلا بقى تنتهي هاي المسخرة. ما في غيرنا يا أليف، ما في حدا غيري أنا وياكي بيعملها، أنت وأنا. أنت جاهزة؟ أيوة. مالك مجبورة، بتديري ظهرك وبتمشي، ما حدا بيقلك وقفي. بس إذا بقيتي يا أليف، إذا بقيتي بيصير في أمل. بتبقي؟ خراب زمان. أنا بحبك يا أليف، بحبك من قلبي. تعال. غاط ركبك، دخلت رجليك. برافو، شد ظهرك لورا ومسك هاد، لا تفلته، خلي قعدتك جالسة مشان تمشي الحصان. ضرب رجليك هيك على بطنه. خلص ابني خلص. يلا شد ظهرك، شد ظهرك. برافو. دي دي انتي مسكين ماسكته. لا تشد الرسم كثير. يا ماشي، ما تركته لكني ماسكته. يلا انتي غلط، رح نخلص. خلص خلص. اتركوه، خلوه سوق لحاله، اتركوه. يلا مساك ابني. خلص حبيبي. لكن العمى شو هالصبي هاد؟ لا سلاح عرف يستعمل ولا خيل عرف يركب. تمام تمام. يلا قربتي.